بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. 19 يوما مضت وما زال ابننا جعفر جاسم ماجد تحت طائلة الاختفاء القسري، وممنوع من التواصل مع أهله والعالم الخارجي، وما زاد الوضع سوءا هو التكتم الغريب من الجهات الرسمية في البحرين والأردن عن وضعية جعفر وسلامته. القلق والخوف يساورنا نحن عائلة الشاب المختطف، فطريقة الاعتقال وكيفيته لا تبشر بالخير، والخوف من التعرض جعفر لأساليب الترهيب والتعذيب التي باتت مكشوفة ومعروفة أمام العالم أجمع. في الوقت الذي تمتنع فيه السلطات الأردنية عن إبداء أي تعليق يخص جعفر، رغم توجه أبيه إلى الأردن قبل أكثر من 5 أيام. عائلة جعفر لم يغمض لها جفن منذ سماعها نبأ اختطاف جعفر من قبل السلطات الأردنية، ولا سيما والدته التي تعاني الأمرين خوفا على ابنها التي لا تعلم ما هي أحواله وصحته. نناشد المؤسسات والهيئات الحقوقية والإنسانية التحرك الجاد لضمان سلامة جعفر والكشف عن مصيره، والمطالب بالإفراج الفوري عنه دون أي مماطلة قد يزيد من المعاناة التي يعانيها جعفر في وقتنا الحالي. في الختام نؤكد على ضرورة الكشف عن حالة جعفر الصحية والنفسية، والسماح لوالده بزيارته حالا، وإن المماطلة والتأخير في ذلك يعني تعرض جعفر للتعذيب والضغط النفسي لانتزاع الاعترافات الباطلة تحت وطأة سياط الجلادين. كما نحمل النظامين البحريني والأردني مسؤولة أي مكروه يصيب ابننا جعفر، ونطالبهم بالإفراج العاجل عنه. ختاما نشكر عوائل الشهداء والحقوقيين والحضور الكرام وجميع من وقف معنا وساندنا في قضية ابننا جعفر. عائلة المختطف جعفر جاسم ماجد، 9 مارس 2015، النويدرة.